تفاصيل حول دائرة الأسواق العالمية معي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي. أهلا بك رائد. رائد بداية مع استمرار التفاوضات بالنسبة لملف البريكزيت، ما هي توقعاتك بداية للأسواق الأوروبية وأدائها؟ يعني نحن ننظر إلى أنه البريكزيت بعد أن تم تمديده وتمديد المفاوضات بشكل كان هناك نوع من الارتفاعات الواضحة في الجنيه الاسترليني، نظرا لأنه في عندنا نوع من الأمال، لأنه ما سبق المفاوضات من حديث مؤخرا أظهر أنه يصعب جدا الاتفاق على البنود الثلاثة الرئيسية التي يتم الاختلاف عليها فيما يتعلق في المياه الأقليمية والصيد، وكذلك الأمر في ما يتعلق بالباك ستوب والعديد من النقاط التي يبدو أنهم لم يتفقوا عليها حتى الآن في ما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. وبلا شك بريكزيت بالطريقة الصعبة سيكون سلبيا على كلا الطرفين وسيؤثر بشكل كبير. إذا الآمال متعززة بشكل أكبر أن يكون هناك، وأتوقع أن يحدث هناك اتفاق مبدئي على الأقل حتى قبل البريكزيت، وأن يحدث الخروج على أن يكون هناك وعود لمزيد من المفاوضات أو الاتفاقات الأخرى في الفترة القادمة، ولكنه سيكون نصف صفقة وليس الصفقة الكاملة التي يبحث عنها الأسواق بشكل عام، وأعتقد سيتم الخروج على هذا الأساس. طيب يوم غد اجتماع الفيدرالي، هل تعتقد بأنه سوف يقدم لنا جديدا في سياسته النقدية ليعوض تأخير الحزم التحفيزية الأمريكية؟ إن صح التعبير لا يستطيع الفيدرالي أن يعوض الحزمة التحفيزية من قبل صناع السياسة المالية، لأن الحزمة التحفيزية المالية هي تسقط مباشرة في العوائل والأسر في الولايات المتحدة الأمريكية وتحفز بشكل مباشر، وهذا الأمر يعني يقوم به صناع السياسة المالية. أما الصناعة النقدية سياستها هم الفيدرال الأمريكي، وأسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها، برامج التيسير النقدي في أضخم مستوياتها، وأيضا متوسعة وبلوند بشكل كبير جدا. بالتالي الفيدرالي يجب أن يكون حذر وبشكل كبير في الفترة القادمة من الإقدام أكثر على مزيد من التعهدات أو الإجراءات التحفيزية. مجرد إبقاؤه على السياسة التيسيرية كما هي يعد إنجاز، والنظر إلى الحزم التحفيزية المالية التي يتم إقرارها من الحكومة الأمريكية الجديدة التي يبدو أنه بايدن سوف يقرها مع العام الجديد مع مطلع يناير، وأعتقد سيكون أول المستهدفات هو تمرير حزمة التحفيز التي نتحدث عنها، وإن كانت أقل من التوقعات وهي بحوالي 900 مليار، ولكن يعني دون تريليون تقريبا، التوقعات كانت عند 2.2 تريليون دولار أمريكي أن يحدث هذا الحجم، ولكن هي إيجابية للاقتصاد الأمريكي والفيدرال الأمريكي، لا ننتظر منه الكثير في جلسة يوم غد. طيب ما هو تفسيرك لارتفاع أسعار النفط على الرغم من أن منظمة أوبك قلصت من توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام على النفط العام يعني الماضي؟ لقاحات وإيجابية التي تنشرها في الأسواق بشكل عام والتي تعزز الطلب. ضعف الدولار الأمريكي بنتيجة البرامج التحفيزية الضخمة والحديث عن حزمة تحفيز إضافية مالية، الدولار الأمريكي عند أدنى مستوياته تقريبا في 3 أو 4 أعوام، ومع ذلك نحن ننظر إلى يعني النفط متماسك أيضا فوق مستويات 46 دولار وهو سعر توازن جديد للنفط. النفط كان قد توازن عند 33 دولار لفترة طويلة في العام الماضي، يعني ولم يكن هناك كورونا، فالآن مع وجود كورونا والإيجابية التي تنشرها اللقاحات نحن مستقرين عند مستويات مناسبة جدا فوق 46 دولار للبرميل، ويوجد مجال لمزيد من الارتفاعات مع تحسن الطلب الفعلي في الفترة القادمة إلى مستويات قد تفوق 55 دولار للبرميل مع ضعف الدولار الأمريكي. إذن رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي، شكرا جزيلا لك ولتواجدك معنا.